السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نرسم البيم. عشان نرسم البيم لازم يكون عندي لوحة إنشائي. أنا هنا عندي فلور وعندي سيلينج، تمام. أولا هلاحظ هنا إن كل الحاجات دي مش شغالة أو أغلبها، يعني هو تقريبا الموديل جروب بس هي اللي شغالة. ليه مش شغالة؟ لأن أنا هنا واقف على الشيت، إنما لو رحت وقفت على الفلور هتلاقي الأمر دي بدأت تشغل معايا، ودي مستر ريفت ان هو فاهم انا بعمل ايه. يعني انا لو جيت هنا وقلت له ابدا اشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر استخدمها، انا نفسي بقدر استخدم كله ما عدا الليفل، لان الليفل مش هيترسم في قلب الفلور. الليفل عشان يترسم لازم اكون انا في اليفيشن او في سيكشن، تمام. فمثلا لو دخلت الاليفيشن الاقي ان الليفل بدا يتفاعل معايا. طيب انا دلوقتي لو جيت ارسم انشائي في بلان معماري، اقول له مثلا عايز ارسم بيم، تمام. هو جاز معانا شوية، انا دلوقتي لو قلت له عايز ارسم بيم دخلت في البروبرتيز هلاقي دي البيم اللي موجودة. لو رسمت هنا دي حاجة كده سريعة على سبيل المثال، ألا إن هي مظهرتش. ليه مظهرتش؟ لها أسباب كتيرة. من أول الأسباب إن أصلا دي لوحة معماري، تمام. وأصلا كده كده المعماري بيبص منين؟ المعماري بيبص من فوق لتحت، فأنا أكيد مش هاخد البيم معايا. فأنا عشان أبدأ أرسم البيم صح أدخل في الفيو وهقول له انا عايز ارسم بلان فيو، هختار الاستراكشر بلان. دلوقتي الاستراكشر بلان بيقول لي انت عايز تعمل ايه من الحاجات دي. طبعا هم كلهم مش موجودين، فلاقي ان هو انا ممكن اعملهم كلهم، تمام. انما لو قلت له اعمل لي سيكشن او فلور بلان هيقول له ده كلهم معمولين. يعني لو انا جيت هنا قلت له اعمل لي فلور بلان هيقول له ده كلهم معمولين، فمش ماليش ان انا اعملهم غير لو شفت العلامه دي. العلامه دي بتقول لك ايه؟ دونت دوبليكيت اكسيستنج فيوز، يعني لو في حاجه موجوده اصلا ما تخلينيش اكررها. لو شلتها كده قال ان انا اقدر اعمل فلور بلان تاني. طيب انا دلوقتي هاجي في الاستراكشر بلان واقول له طب اديني الجراوند. دي كده لوحه الجراوند، تمام. طيب دي عباره عن ايه؟ شوف الخصائص بتاعتها، ده لايت منرجع بيه، وانا المشروع ده مش معمول لعواميد خالص، تمام. طيب ممكن اقوله في في واقول له انا مش عايز اشوف مثلا الحيطان على سبيل المثال، تمام ماشي. طيب بفرض ان انا مثلا عندي كولوم، ده بس مجرد ايه الشرح الاكثر والاقل. خلي بالنا لان انا لما باجي اقول له كولوم في الاستراكشر بلاقي هو كولوم واحد بس، انما في الاركتكشر بلاقي ان هو مديني اختيار استراكشر وكولوم اركتكشر. لو انا اخترت استراكشر كولوم كأني جيت في استراكشر هنا وقلت له كولوم، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي اقول له عايز البيم. طيب هنا هقول له البيم، هبدا ارسم من هنا لهنا، تمام. هي دلوقتي ظهرت بس ظهر كخط صغير، هقول له فاين عشان تبدا تظهر معايا، تمام. اجي هنا ده الخط اللي احنا كنا رسمناه المره اللي فاتت في المعماري ومظهرش. كده انا بدأت ارسم البيم زي ما انت شايف. طبعا دي ملهاش لازمه هلغيها، تمام. دي الفكره ان انا لما اجي ارسم انشائي لازم اكون في لوحه الانشائي، لما اكون ارسم معماري اكون في لوحه المعماري، لما اكون هرسم حاجات في السيلينج زي الكشافات او السبرينكلر بتاع الفاير اللي هو البندد مش الابرايت، لازم يكون في لوحه السيلينج. ايه اللي يحصل لو انا حطيتهم في لوحه الفلور؟ اولا ممكن تحط على السيلينج بس تحطوا مقلوبين، او تحط في الارضيه بتاعه الدور نفسه، تمام. فانا بقى عارف انا شغال عليه ايه، اللي انا شغال عليه الريفت بيدني امكانيات حلوه قوي، بس لازم اكون شغال عليه مظبوط مش شغال عليه غلط، تمام.
هنا هتلاقي ان هو عايز بيقول لي انت عايز تنسب لاني دور، يعني الحاجه اللي انت عايز تحطها دي ممكن احطها في ليفل 7، وانا في اللوحه دي اقول له لا حطهم لي في ليفل 7، حطهم لي في البول، حطهم لي في الروف، في الفيرست فلور زي ما انا عايز. تمام. وهنا دي بعض الادوات اللي بتساعد، يعني ممكن اعمل انا البيم ده دائري او اعمله باي خط او يكون هو مرسوم فانا اعمل له بيك لاين. ممكن لو انا عايز احط حاجات تانية غير الموجودين اختار لود فاميلي واحمل البيم من عندي من على الجهاز بتاعي. في حاجة جميلة برضو اسمها تاج اون بليسمنت. ايه اللي بيحصل لما تدوس عليها؟ ما بيحصلش حاجة، بيجيب لي رسالة بيقول لي ان مفيش تاجات متحملة. اقول له حمل لي التاج. لازم احمل التاج صح، لازم احمل التاج صح، يعني لو انا اخترت تاج تاني هيقول لي لا ده كده مش راضي يشتغل معاك. طيب هدخل في الفاميليز، الفاميلي اقول له فاميلي واقول له انا عايز استراكشر استراكشر، ممكن اقول له استراكشر بيم فريمنج تاج اهي، دي كلها حاجات موجودة. اقول له ايه افتح لي ديت. لما بقول له تاج اون بليسمنت يعني طول ما انا برسم هو اوتوماتيك بيحط لي التاج، لو شلتها هحط التاج، هحط ال هحط البيم وبعد كده ابدا اعمل انا التاجات. تمام. هو هنا بيقول لي ايه التاج هنا جايب لي علامة استفهام ليه؟ تعال نفهم مع بعض. انا هنا القصد ان انا اشوف ايه المشاكل اللي بتواجهنا كلها ونحلها. اقول له ايديت فاميلي، ادخل على التاج دوت، هو تلاقي التاج مربوط بخاصية، الخاصية دي اصلا فاضية، يعني ممكن يكون مربوط بالكومنت وما فيش كومنت موجود. فانا هدخل هنا اجي ابص هنا في البروبرتيز ليبل اديت. تمام. هو مرتبط بايه؟ باس بيم. اس بيم ملهاش قيمه دلوقتي. تمام. طيب نرجع في البلان اقول له ديت وريني الخاصيه بتاعتها. فين خاصيه الاس بيم؟ لو حد شايف يقول عشان انا نبته جانا فمش شايف. خاصيه اسمها اس بيم. طيب هو انا مش شايفها، بس انا ممكن اعمل ايه؟ اربطه باي خاصيه تانية. سوري، المفروض ندخل على التاج. تمام. التاج ده هقول له اديت فاميلي، اقول له انا عايز اربطه باي خاصيه تانية غير الاس بي. اي خاصيه من هنا ممكن تربطه بيها، ممكن كومنت، ممكن كروس، ممكن اند، ممكن فاميلي نيم مثلا. تمام. ادوس على مرتين او بعلامه السهم الاخضر واقول له اوكي واقول له حملها تاني في المشروع. بيقول لي اختار المشروع اللي انت كنت شغال فيه، اقول له اختار لي فيلا. تمام. انا بقول الفاميلي دي موجوده بقى اهي، اوتوماتيك حط لي الكلمه اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسم الاسم البيم دوت. ممكن اقول له تي جي اختار تاج وابدا احط بقيه التاجات لو انا عايز. تمام. اظن كده ان شاء الله الدرس ده واضح وهيوضح بعض المشاكل التانية اللي بتواجه الناس اول ما يبداوا الشغل في الريفت، واتمنى ان شاء الله يكون درس مفيد. عمر سليم.